السلام عليكم، مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء على قناة لاغيوسيت بروميس. اليوم إن شاء الله غنخرج مع بعضياتنا 80 صفحة 71 من مقرر اللغة الفرنسية ميز أبخونتيساج أون فرونسي دو تخوازيام أني بريمار للمستوى الثالث ابتدائي. تابعوا معنا. Voilà mes amis la page 71 صفحة 71 من مقرر اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français ou radim d'aou, bisoual al-khamis. La cinquième question, ou ankara ma bediyadna, les syllabes. Les syllabes. Bras, tra, dra, cra, cru, cri, dri. Tri, tru, bro, tro, bru, cré, bré. Naoudohom. Bras, tra, dra, cra, cru, cri, dri, tri, tru, bro, tro, bru, cré, bré. Radim Chiu Soal Sadis, la sixième question. Lis les mots. Rancram Avadietna. Had le kalimet. Une brosse, un drap, une trompe, un écran, le pétrole, un arbre, un titre, le tri. نمشيو لا 7ème question. نقراو السؤال. لي لو تيكست بوي كوش فري او فو. بعد ما نقراو النص غنمشيو لهاد ثلاثه ديال الجمل غنشوفهم واش صحيح ولا خطا انطلاقا من النص. تبعوا معايا. ابراهيم ادريس جو او بالون. لو بالون رول سور لا روت. ابراهيم va le chercher. مدريس commence à crier. Attention Brahim, une voiture. Brahim recule et se sauve. Brahim ne fait pas attention. Brahim Idriss joue au ballon. Le ballon roule sur la route. Brahim va le chercher. Idriss commence à crier. Attention Brahim, une voiture. Brahim recule et se sauve. Brahim ne fait pas attention. Brahim Idriss joue au bi. Vrai ou faux? Rejoignons nos diana. Brahim Idriss joue au ballon. Donc la phrase est faux. M'chi ou l'jomla? Atteigne. Le ballon roule sur le trottoir. Vrai ou faux? M'chi rejoignons nos diana. Le ballon roule sur la route. Donc la phrase est faux. وغنديرو علامة في لاكاز فو في الخانة التانية. نمشيو للجملة الثالثة. دريس كومونس ا كريي. رجعوا الناس ديالنا. فوالا دريس كومونس ا كريي. غنديرو علامة في خانة الصحيحة لأن الجملة صحيحة. فريمون دريس كومونس ا كريي. نمشيو دابا للسؤال الثامن. لا ويتيام كيستيون. قراو السؤال. غولي شاك مو او ديسان كي لوي كوريسبون. عندنا أربعة ديال الكلمات وأربعة ديال الصور وغنصيلو كل كلمة بالصورة المناسبة لها. قراو بعد الكلمة الأولى. ان كروكوديل. فوالا ليماج كوريسبون. الصورة الرابعة. نمشيو الكلمة الثانية. ان تريكو. فوالا ليماج كوريسبون. الصورة الثالثة. نمشيو الكلمة الثالثة. لي بغا. فوالا الصورة الأولى. لي بغا. نمشيو الكلمة الرابعة. ان دراغون. فوالا الصورة الثانية. ان دراغون. وهنا غنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولا عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات. ما تنساوش خليو لينا التمارين والدروس اللي كتحتاجوها في الدراسة ديالكم باش ننجزوها معكم وتبقاو على خير. وشكرا مرة ثانية على المشاهدة.